طبعا مع نهاية مباراة السعودية والأرجنتين بفوز المنتخب السعودي التقينا بأحد الصحفيين الأرجنتينيين الذين تابعوا اللقاء إلى جانبنا، نريد أن نسأله عن انطباعه حول هذه المباراة. Mi nombre es Pablo González, periodista de Argentina. أنا بيدرو سالي، صحفي من الأرجنتين. إحساس اليوم بعد اللقاء هو الخيبة طبعا والحزن. الأرجنتين لعبت شوطا أولا جيدا، لكننا للأسف اكتفينا بهدف ميسي فقط وهذا غير كاف. نريد أن نسأله أيضا عن ليونيل ميسي ورأيه في أدائه اليوم. لم تكن مباراة ميسي اليوم، انتظرنا منه أكثر من هذا، أتمنى أن نتدارك لاحقا. نريد أن نسأله عن المباريات القادمة. Next match. بالنسبة للقاء المقبل أتمنى من المنتخب أن يتدارك ويفوز بأداء أفضل من اليوم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.